السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أداة اسمها انهانسد دي دبليو جي اكسبورتر فور ريفيت، ده بيسهل وبيحسن طريقة التصدير من الريفيت للأوتوكاد. بقول له اكسبورت، فبيبدأ يقول لي شوف الإعدادات الجاهزة اللي موجودة، حاجة خاصة بـ AIA FRA وهكذا، الحاجات الستاندرد فتبدأ تختارها، وبعد كده تشوف لو أنت عايز تعدل الإعدادات تقدر تقول ديتيل كونفيجريشن، وتقدر تشوف الاعدادات بتاع كل واحده فيهم تختارها، وتشوف بقى العنصر دوت الديسكريبشن بتاعه هيبقى ايه، الميجر جروب هيبقى ايه، المينيو جروب هيبقى ايه. تقدر تختار الخطوط اللي انت عايزها، اللير في الرايت فبتقدر تشوف اللير الاير تيرمينال لو عايز تخصصها. الكلام ده مهم جدا لان بتلاقي صعوبه شويه ان انت تفصل السبلاي عن الريتيرن وهكذا، بتلاقي ده بيديك اعداد اكتر. النوتيشن فاميلي هتاخد انهي الاشكال وهكذا، كل واحده من دول بتبدا تشوف الاعداد بتاعتها، طريقه تسميه الليارات السيبلين، وبعد كده الميجر جروب، وبعد كده الماينر جروب، وبعد كده الماينر جروب، وبعد كده الستاتس. فاعدادات كويسه جدا تسهل عليك موضوع الطباعه. هتشوف بقى المكان اللي انت هتحط الملفات فيه، تمام، وبتشوف الرولز اللي انت عايزها عشان تسهل عليك موضوع.